اسمع للعلامات التي استقاها الإمام علي من الأحاديث الصحيحة. شوف كلام الإمام علي، وأرجوك رجاء قارن هذه العلامات بأيامنا وحدد كم وحدة طلعت وكم وحدة ما طلعت علشان تعد، وحتى تعرف احنا في ايام الدجال ولا مو في ايام الدجال. كلام الامام علي لابد انه اخذه من النبي، لابد له حكم المرفوع. قال الامام علي: فاعقد بيدك واحفظ ما اقول لك. هذا كلام الامام علي. اذا امات الناس الصلوات، صلاة ضيعوها، واضاعوا الامانات، من الامين فيهم، وكان الحكم ضعفا، حكم ضعيف، والظلم فخرا، يفتخر الواحد بالظلم، وامراؤهم فجرة، ووزراؤهم خونة، واعوانهم ظلمة، وقراؤهم فسقة، وظهر الجور، الظلم صار في كل مكان، وفشى الزنا، وظهر الربا، وقطعت الأرحام، واتخذت القينات، اطلعت مغنيات، وشربت الخمور، ونقضت العهود، وضيعت العتمات، صلاة الليل ضاعت، وتوانى الناس في صلاة الجماعات، وزخرفوا المساجد، وطولوا المنابر، وحلوا المصاحف، وأخذوا الرشا، الرشا وانتشرت، وأكلوا الربا، واستعملوا السفهاء، وظفوا السفهاء، واستخفوا بالدماء، أرخص شيء صارت الدماء، وباعوا الدين بالدنيا. سبحان الله، كأن الإمام علي عايش بيننا. وباعوا الدين بالدنيا، واتجرت المرأة مع زوجها، المرأة دش التجارة مع زوجها، واتجرت المرأة مع زوجها حرصا على الدنيا، وركب النساء على المياثر، دواب فاخرة. طبعا الإمام علي ما يعرف شيء اسمه سيارات، لكن يقول في دواب غير دوابنا، مياثر النساء تركبها. وتشبهن بالرجال، جنس الرابع، وتشبه الرجال بالنساء، جنس الثالث، وكان السلام بينهم على المعرفة، اللي عرف يسلم عليه، اللي ما يعرف ما يسلم عليه، وشهد شاهدهم من غير أن يستشهد، يشهد على الزور، وحلف من قبل أن يستحلف، يحلف كاذب ما حد طلب منه، ولبسوا جلود الظأن على قلوب الذئاب، وكانت قلوبهم أمر من الصبر، يعني قلوبهم، شوف النتن، وألسنتهم أحلى من العسل، تسمع كلامك استاذ لكن قلبه خبيث. قال: وسرائرهم أنتن من الجيف، والتمس الفقه لغير الدين، يتعلمون العلم الشرعي ليس لله، والتمس الفقه لغير الدين، وأنكر المعروف، وعرف المنكر. ثم قال: إذا حصل هذا فالنجاة النجاة، والوحى الوحى، والثبات الثبات. أسألكم بالأمة الذي بقي، الإمام علي يصف وقت خروج الدجال وزمن ظهوره وزمن خروجه بين الناس، علامات. إذا شفت واحدة خف، إذا شفت ثنتين يزدد الخوف، طيب إذا كانت أكثرها ظهرت ماذا نقول وماذا نصنع؟